أما على شاشة سما دبي فالجمهور رح يتابع مسلسل المرية اللي من خلاله بتعود سميرة أحمد للتمثيل بحسب ما كشفت هيفا حسين اللي أيضاً بتشارك ببطولة هالعمل. والمرية منه المسلسل الوحيد اللي بتطل فيه هيفا برمضان، فهي أيضاً بتشارك ببطولة الجذوع اللي بيتم تصويره حالياً برأس الخيمة. والمزيد عن هالعمل بتراكينج ستوري نمبر 2. المسلسل من تأليف جمال الصقر، كاتب البحريني جمال الصقر، وإخراج الأستاذ تامر إسحاق. معانا نخبة من النجوم، حبيب غلوم زوجي. هاي خطك حيكون مع دكتور حبيب؟ زوجته. أعتقد أول مرة أو يمكن ثاني تجربة أن أشارك بعمل وأكون قريب اللي بيصير بالبيت. لا مختلف مختلف. هو مش قصة أن قوية أو لا، يعني أنا أقول دائما الحياة الزوجية إحنا مو في حرب، يعني لابد أن يكون هناك تفهم لطبيعة الآخر، لدوره، مكانته، فبالتالي الأمور راح تصير من أحسن ما يكون يعني. أوكي. والعلاقة بين هيفا وحبيب إلى جانب بقية شخصيات وأحداث العمل كلها بتدور ضمن إطار القصص التراثية. أنا أعتقد أن هناك فئة كبيرة من الجمهور يحبون هذا الجو، يحبون التراثي، الأزياء التراثية، البيوت القديمة، بالذات أمهاتنا وجداتنا وأجدادنا، لأن خلينا نقول يعني نذكرهم بهذه الفترة اللي عاشوها. في ناس ما عاشوها كثير فمفتقدين هذه الأجواء، وفي ناس عاشوها بعمق يعني، فأكيد هذه الأماكن التراثية تمس مشاعرهم يعني من الداخل. وهالسبب هو اللي أيضا جذب شيماء سبت لتكون ضمن فريق العمل. يمكن أنا شوية الأعمال التراثية تستهويني، فلما يكون في عمل تراثي ولكاتب اعتبر أخوي الأستاذ جمال الصقر اللي يعني اشتغلت له تجارب كثيرة، أعرف إيش بيصير بعدين، وأعرف شلون ردة فعل الناس، وأعرف إنه وين أنا باي وفي مكان أمين وعندي ثقة. لما أكون مع ضبيان أكون بثقة. وهالثقة شيماء كملتها بالعمل على تفاصيل الشخصية اللي بتأديها. زوجة زين، وعندي ولد يتصارع، إحنا من عائلة متوسطة، يحب بنت التاجر، فالصراع يدور حول هذا الموضوع، وما بأحرق الدور، بس إن حبيت أقول إن هالمرة عمل خليجي جميل. وإلى جانب مسلسل الجذوع، شيماء كان من المفترض إنها تشارك بعمل آخر خلال رمضان ولكن تم تأجيله. مع الأستاذة لطيفة مجران، كان من إنتاجها وإخراج الأستاذ سائد الهواري، لظروف ما تأجل. وهالتأجيل عوضته بعملين مسرحيين رح يتم عرضهم بالإمارات والبحرين. عندي إن شاء الله مسرحية للعيد في البحرين اسمها آخر حبة كوميدية، وعندي حاليا أحضر لمسرحية حق مسرح شمل براس الخيمة. هذا المسرح أول مرة يعود بعد 20 سنة لأول مرة، مسرحية من إخراج وتأليف أستاذ خالد البناي. وبعيدا عن أعمالها الفنية، شيماء كانت حديث الناس مؤخرا من بعد الفيديو اللي نشرته من إحدى عيادات التجميل، ونحن سألناها عن هالموضوع. أبر من ما يضرب إبرة، عادي الرتوش، وأنا بقول لك أنا مو ضد، أنا معه طالما صحتي تسمح وأنا قاعدة أجمل حالي لكن ما أغير شكلي، why not؟ ولا ليش اخترعوا دكتور التجميل؟ اخترعنا؟ راضي عن النتيجة هيدا راح؟ هاي؟ ايه اوكي بعد ربي يختفي تماما تماما.